بيه يصلي على النبي. تعالى هنا يلا. ايوه ست سناء، هاتي جنيه اجيب سكالانس. 10 سكالانس. 10 جنيه؟ اه بس عايزاك تخش تبخر لي المعرض. طب حلو ايه؟ عايزه رجل الزبون ترجع تدب زي زمان. حاضر يا ست سناء. يا واد بعد كده ما اسمهاش ست سناء، اسمها المعلمه سناء. معلمه سناء. معلمه الشارع كله. معلمه الشارع عبد العزيز كله. ايوه. الله يا هادي. خش يا واد. هادي الزباين الناحيه دي. اما نشوف شغل الرجاله ولا شغل النسوان. ايه الشغل الاعلاني اللي انت عاملاه ده يا سناء؟ اتعود، ده من هنا كل يوم الصبح على كده، واذا تعبان قوي ودانك الصيدلية اهي، كيس قطن نسد ترتاح. سلام. بخر يا واد. صلي على النبي، اللي يحب النبي يصلي عليه. صباحنا وصباح الملك لله. بدك تاكلهم؟ لا يا حبيبتي انا عاوز اكل محشي. عيوني سوي لك كل شيء، كل بدك اياه. لا انا عايز صوابعي تلفها لي واكلها زي المحشي. شوف الباب مين بخبط. السلام عليكم. اهلا اهلا يا فراس، تفضل تفضل. الله الله، ايه الكرم ده كله يا عم؟ مش ولو ممكن يا معلمي، ما في شيء من واجبك. مش بعاده يا راجل ابدا، تفضل يا مرمر. اخوك جه. ايه فراس؟ اهلا ميرنا. اشتقت لك. والله انا اشتقت لك كثير. طيب وينك يا روحي؟ والله بهالشغل الشغل شو بدنا نساوي؟ شلون اخ معلمي؟ مالي مصدق انك جيت. الله يسلمك. كل كل كل. والله مشتاق لك كثير يا مرمورة قلبي. لا 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 لا، مرمورة قلبي ايه؟ مرمر دي بتاعتي انا، اللوجو بتاعي مكتوبة باسمي في الشهر العقاري. ملا كيف فكرية ها؟ ما تقولش يا مرمر، مرمر في حتة تانية يا حبيبي. بالسيف الباضي وابوها بكبش راضي، خداها 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 خداها. انبوبة كل ده تأخير، جايب لي الانبوبة على اخر النهار. احمدي ربنا اللي لقيتها، ده انا بعور عليها ثلاثة ودافع يجي 30 جنيه رشاوي. ها ايدك على 70 جنيه. 70 جنيه ايه يا حرام يا نصاب انت؟ صلحت يا ياسين؟ تمام كده، المذر بورد اهي بتتقفل زي الفل. هات بقى كده البطارية نجرب نشوف المقاومة قامت ولا لا. ايه ده؟ يخرب بيوتكم، خدوا بيتي عم تعملوا ايه في التلفونات؟ يخرب بيوتكم. تكسر ايه بس يا معلم؟ جعوره بيتي جعوره. الكونكنيشن سيركت حصل اوفر هيت. الكونكنيشن ايه وهيت ايه؟ يخرب بيت ابوكم يا عم. سد الجعوره دي. جعوره هو قال لك تصلح التليفون ده؟ انا مجوز عندي جوز غلبان، جوز بجر، جوز يا معلم. جوز حلاليه يا معلم. بنصلح لك التليفون يا معلم. جعوره يا عم. سيبك من الناس. طب والله ما حد هيمشي من هنا. يمين كبير ما حد هيمشي غير لما تجيبوا لي تلف فور. ايه يا جعور؟ انا جعورتك ليه يا اصحاب؟ ايه يا معلم زيزو؟ تعالى بص كده عم يخسرني في التليفون. ايه يا شباب؟ يا استاذ عبد العزيز والله العظيم احنا بنصلح التليفون. الكوميونيكيشن سيركت بتاعه حصل له اوفر هيت فانا صلحته له، ده المفروض يشكرني. احنا اصلا يا استاذ عبد العزيز بنفهم في الحاجات دي، ياما صلحناها على ايدينا. طب الراجل قال لك الكوميونيكيشن الفركس كان فيها مشكله صلحه. وفرج ايه؟ جرب بس ايه؟ انا عايز تلفون غير اللي كسروه. عموما هو اشتغل اهو خلاص يا استاذ عبد العزيز. يا ابني ما شغال اهو. شغال ايه؟ شغال ده ولا مش شغال؟ ايه ده؟ شغال ده ولا مش شغال؟ طب لما انتوا كده عم تعرفوا تصلحوا في تلفونات قافلين علينا باب رزق تاني ليه؟ بالراحه شويه يا شباب يا جعور، دول زي الفل. يعني هعمل فيكم باترينه او اجيب نجار واعمل لي باترينه يكتب لي عليها المعلم جعور ابو نبره. كل يوم معانا على كده. انت طالع نازل زي المنشار. والنبي يا معلم سيسو، سيبنا نستارتك واتكل على الله. شاكرين ليك يا معلم سيسو. طب يا اخويا بالراحه شويه على الشباب. شاكرين ليكم. لا احتاجش حاجه تاخدوها مننا. شكرا. شاكرين ليك يا معلم سيسو. والله هيك كتير يا اختي. كل يا فراس، بعدين صار لك شهرين ما اكلت من ايدي، ليك شلون ضعفان؟ ضعفان اكليه اكليه، زغطيه يعني فلوس بتترمي على الارض. لا تشغل بالك عم بيمزح معك. ايه بعرف اختي بعرف. كل فلوس ازعل من صهري
ما نحن لحم كتافنا من خيره. الله يخليك. ولا ايه يا باشا؟ الله يخليك فراس. كل كل لحمة. خد خد حتة لحمة من كتف عمه. كل حبيبي. ايوه. اذنكو رد على التليفون بس. براحتك صاري براحتك. ها شافي. هي. ايه؟ سناء. طب وايه اللي جابها دلوقتي؟ يا اخي ما تكلمش في الكلام ده في البيت يا اخي. انت كل ما كلمني تقول نسوان نسوان. ما تكلمش هنا تاني. يلا اتكل على الله. كله 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 كله. كلمك الوقت؟ يا ستي لا مش عايز حنين معلش انا بس بقينا انت اللي جابك هنا الصبح تبعت لي البلطجي بتاعك واخر النهار تيجي بنفسك انت عايز ايه بلطجي مين يا بنتي انا ما بعتش حد استعبط استعبط اوعى تفتكر انا هاكل من الحبتين بتوعك دول الله يسامحك يا بنتي انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه ولا عارف انت بتعمليني كده ليه صدقيني يا بنتي والله العظيم انا راجل غلبان واغلب من الغلب غلبان عايز ايه يعني يا غلبان اه بسيطه فهمت خد دول يمكن نخلص وكل اول شهر تعالى هديك زيهم لوجه الله الله يسامحك انا ما جتلكش عايز فلوس ولا عايز صدقه حنين انا ابوكي ابوكي يا حنين سيب ايدي بدل ما اصرخ ولم عليك الناس وقول ان انت عايز تسرقني انت مش ابويا انت قتل قتل انت سفاح اللي يقتل امي ما يبقاش ابويا يبقى عدوي انا مش فاهمه ازاي القاضي ما ادالكش اعدام وسايبك عايش كده وسطينا انت ايه يا اخي انت مش بني ادم احمد ربنا ان عرفت اطلعك منها ده تزوير في اوراق رسميه انا مستغرب من تصرفك ده قوي يا باشا عيبت بقى امن دوله سابق وتعمل كده انت عايز تبهدل نفسك على كبر ولا ايه هو مين اللي عملك الجوازات دي عبد العزيز وده مقابل ايه اوعى تكون اديته اي معلومات احنا مش ناقصين دربك يا باشا انت شايف البلد عامله ازاي يعني هو طلب معلومات عشان يسند نفسه في السوق واديتها له يا باشا شوف بقى يا باشا الواد ده داخل في حيطه داخل في حيطه مش عايزين بقى تتلط منه هتلط في ايه يعني هو كان هيعمل ايه مش هو اللي هيعمل بص يا باشا عبد العزيز ده تحتيه خط كبير قوي لو عايز يعمل بطل قومي يشيلها هو لوحده مساء الفل يا اندل يا مساء الياسمين والحبهان والمستكة والريحان ايه يا راجل قاعده في معرض اجهزه كهربائيه ولا في محل عطاره لا انا بعطر الهوا بالمحبه بس عطرك انتي غطى على الهوا يا عيني يا عيني